تأكيداً على أن وحدة لبنان ما بتتزحزح، تأكيداً على أنه لبنان بيبقى بلد حر مستقل وشعبه متماسك ومتضامن، وتأكيداً أنه بتبقى حرية التعبير والكلمة الحرة طاغية بالصحافة المرئية والمكتوبة. نظم حزب حركة التغيير بلبنان عشائه السنوي لتكريم الصحفيين بالبلد بمبادرة من المحامي إلي محفوظ، لجمع بالرغم من انتمائه السياسي الواضح والتزامه مع قوى 14 أدار ما تردد بدعوة صحفيين من مختلف المجالات والانتماءات السياسية لتكريمهم. أنا شخصياً بالنسبة لي عندي نقطة ضعف تجاه هذه المهنة، ودائما بقول لو لم أكن محاميا لكنت إعلاميا أو صحفيا أو كاتبا، لأنه هيدي المهنة بعكس ما كتار بيعتقدوا أنه هي بتجيب الخبر، أنا بالنسبة لي الإعلامي والصحافي الحقيقي هو اللي بيصنع خبر. تعودنا كل سنة نكرم الإعلاميين بحركة التغيير ونعمل لفتة لشخصية إعلامية، وبتعرف دور الإعلام كتير مهم خاصة بلبنان. جمعة كتير حلوة، بدنا نتشكر الأستاذ إلي محفوظ يلي معرفتنا فيه قديمة، نحن كنا نشارك بحفلاته، نشارك نعمل سكتشات ومسرحيات، هلأ دعينا كضيوف. أكيد اليوم حلو كتير أنه ينجمعوا كل الصحفيين، خصوصا أنه يمكن تعبوا شوي بهالفترة اللي مرقت، خصوصا بالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان، يمكن اليوم تنفسوا شوي هيك برجعة الرئيس الحريري على البلد، خصوصا على يعني أبواب الأعياد. طالما هو رئيس حركة التغيير نحن بعدنا من زمان وجاي ناطرين التغيير الحقيقي ليصير بلبنان نحو الأفضل، نحو مزيد من الحرية. السنة ومثل كل سنة فكانت التحية الخاصة والتكريم لشخصية العام مؤسس جمعية طلال المقدسي الإنمائية والاجتماعية ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان سابقا دكتور طلال المقدسي على عطائه الوفير بعالم الصحافة الأعمال الخيرية الاجتماعية والبيئية، بحضور باقة من الصحفيين والممثلين للبوا دعوة إلي محفوظ السنوية بأوتيل الهيلتون. لازم إعلامنا يتوحد، لازم وطننا يتوحد مثل ما توحدنا مؤخرا كلنا بمناسبة وقوف مع دولة الرئيس سعد الحريري. هيدي عطت مناعة للبنان، والإعلام له دور لمناعة لبنان ولمستقبله، ولازم إنقاذ لبنان عن طريق إنقاذ الإعلام وتحريره من بعض المال السياسي، خاصة المال السياسي الخارجي. وبيظل انه الجمعة بحد ذاتها كمان لافتة وبتعطي هيك اضاءة يعني بتضيء على الموضوع، وبتعطي شوي للإعلاميين نوع من الحق مقابل التعب يلي عم بيتعبوه. في جو من التفاؤل بالبلد، وخاصة بعد تريس دولة الرئيس عن الاستقالة، هيدا الشيء عطى جو تفاؤل خلينا شوي نرتاح. ان شاء الله يكون هالعشاء عشاء جامع، وهيك يصفي قلوب، اذا في حدا مخانق مع الثاني يصفي قلبه بس.